أرق التحايا لكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الشعب ينتظر. حلقتنا لهذا اليوم تحمل عنوان أهل الموصل أولى بتحريرها، ابقوا معنا. أهل الموصل أولى بتحريرها عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في الاستوديو السيد محمود السورتشي المتحدث الرسمي باسم الحشد الوطني لتحرير نينوى. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا يا محمود، حياك الله في برنامج الشعب ينتظر. اسم الحشد الوطني فرقة عن الحشد الشعبي. أكيد الشعب جميعا ينتظر أنه سلام اجتماعي على الأقل في مدة يمكن أن يتنفس بها. الحشد الوطني حقيقة هو نفس الحشد الشعبي، هو تابع لنفس المنظومة مستشارية الأمن الوطني. بعد احتلال محافظة نينوى بفترة كان لابد لأهل نينوى أن يرفعوا ما قيل عنهم بأنهم حاضنة لداعش، فكان لابد أن يكونوا في صفوف الأمام. فبعد جهود كبيرة من قبل الإدارة المحلية ومن قادة سياسيين والقادة المجتمعيين تم الاتفاق على أن يكون الحشد الوطني لتحرير نينوى. التسمية بالحشد الوطني، لماذا لم تسموه حشدا شعبيا؟ كنا ننتظر قانون الحرس الوطني أن يقر، فأخذنا من الحشد الشعبي ومن الحرس الوطني فأصبح أخذتم الحشد وأخذتم بالضبط الوطني بالضبط. لكي هذه كانت الدلالة. طيب الأجواء اليوم كيف تراها؟ هل هي مهيئة فعلا لتحرير نينوى؟ أنا أعتقد بأن حكم الإعدام قد صدر في داعش وأنتهى هذا الموضوع وحسم، بقى وقت التنفيذ. في ساحة نينوى اليوم ساحة صراع دولية ليست صراع محلي. العدوان الذي يعني جانا من خارج الحدود وليس من داخل الحدود، فبالتالي اليوم هناك تحالف من أكثر من 60 دولة. فنحن مدينة الموصل ومحافظة نينوى أرض لصراع عالمي ضد تنظيمات داعش الإرهابية. فبالتالي أي عملية اليوم لتحريرها والانتصار بما معناه قبر داعش إلى النهاية في أي مكان من العالم. طيب اليوم كم وصل عدد المتطوعين؟ لدينا تصريح لحضرتك في على إحدى وسائل الإعلام قال أن عددهم وصل بالآلاف، كان هنالك رقم 8000، لكن يعني بشرتم أن العدد ربما سيصل إلى 20000. نعم، في البداية كل ما يعني تم من معسكر الحشد الوطني لتحرير نينوى هو بجهود ذاتية من الحكومة المحلية وعلى رأس السيد المحافظ. الحكومة الاتحادية للأسف لم تقدم لنا أي تسهيلات أو أي إمكانات، لا بل بالعكس كانت في كثير من الأمور هي عقبة. فبعد تسجيل المقاتلين تم تهيئة معسكر صغير لا يسع إلى أكثر من 250 مقاتل، وكنا متحفظين بأن الأعداد قد تكون قليلة، لكن الدورة الأولى الحمد لله كان عدد المتدربين 525 مقاتل، وهكذا استمرت الدورات وتضاعفت الدورات. الآن المعسكر تم توسيعه والآن يتسع إلى أكثر من 1200 مقاتل. أعداد المسجلين لحد هذا اليوم احنا أغلقنا باب التطوع لأنه كما قلت الجميع يريد يشارك ولكن يصغر حجم المعسكر، فكان لابد أن نغلق باب التطوع لننهي 8000 المقاتل. الجميع يريد أن يشارك، تقصد كل أطياف الموصل تريد أن تشارك؟ احنا عندما أعلننا للتطوع لم ننظر إلى أي متطوع من باب قوميته أو مذهبه أو دينه أو انتمائي. لكن استاذ محمود نحن نسمع أن هنالك حشدا أو قوة مثلا مسيحية أو قوة إيزيدية أو قوة شبكية أو قوة ربما يعني من الكرد من أبناء الموصل. الموصل أنت تعرف يعني متعددة الأطياف، نسيج جميل ورائع قبل أن تحصل الكارثة إياها. أكيد. نعم، لكن نسمع أن هنالك قيادات هنا وهناك تمثل قوميات أو تمثل طوائف. هذا الحشد الوطني الذين أنتم الآن فيه، هل هو فعلا ممثل لكل الأطياف الموجودة في الموصل وهل هو الوحيد؟ الحشد الوطني اليوم أبوابه مفتوحة، وكل المعسكر الآن من ضباط ومن مقاتلين من كل القوميات والمذاهب والأديان موجود. آمر المعسكر رجل عربي سني، معاون آمر المعسكر رجل مسيحي، وهكذا موجود بالكردي والتركماني والشيعي والسني والشبكي.
الجميع اليوم في هذا المعسكر. يعني لا توجد معسكرات أخرى تقاتل داعش؟ قد يكون هناك معسكرات مثلا في جبل سنجار، كان الحديث على أنه هناك حشد شعبي، ولكن أعتقد بأنه انتهى. الأخوة المسيحيون أيضا كيف انتهى؟ يعني انتهى أنه انضم إليكم فيما بعد؟ لا، لم ينضموا إلينا. هم الأخوة اليزيديين الآن اللي موجودين في جبل سنجار، كان لديهم ارتباط مع بغداد، ولكن حكومة الأقليم منعت هذا الأمر، بالتالي الآن هم أصبحوا ضمن منظومة البيشمركة ويقاتلون تحت راية البيشمركة. طيب، قبل قليل ذكرت أن السيد المحافظ ربما هو بجهود ذاتية، السيد أثيل النجيفي، هو من يدعم الآن معسكر الحشد الوطني لتحرير نينوى، وقلت أن الحكومة المركزية ربما لا تدعم الحشد الوطني إلى الآن. من أين يأتي السيد أثيل النجيفي بالدعم لكي يبقى هذا المعسكر ثابتا وباقيا، ولكي يحقق هدفه وهو تحرير الموصل فيما بعد؟ من أين له بالدعم إذا لم تقف وراءه حكومة؟ في البداية وإلى الدورة الثالثة كان التمويل من الإدارة المحلية لمحافظة نينوى، وهذا أمر معروف. بعد الدورة الثالثة، الدورة الرابعة، بدأ التحالف الدولي متمثلة بالحكومة التركية والجيش التركي دخلوا إلى المعسكر، وتم توسعة المعسكر الآن من قبلهم، وأيضا زودونا ببعض الأسلحة البسيطة لغرض التدريب وليس أسلحة قتالية. نأمل من التحالف الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية أن توفي بوعودها معنا، وأن يتم تجهيز المعسكر والمقاتلين بالأسلحة اللازمة. اليوم نحن بالأخص أن السيد النجيفي اليوم ربما في أمريكا. بالضبط. نعم، برفقة عدد من الجهود الآن، حتى الحكومة التركية لدينا إن شاء الله زيارة قريبة للحكومة التركية لغرض مضاعفة الدعم. طبعا هذا الكلام مو للإدارة المحلية، إنما بعد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، حتى أنه السيد رئيس الوزراء في خلال لقاء قبل 4-5 أيام مع السيد نائب رئيس الجمهورية قال بالحرف الواحد اضغطوا على تركيا لغرض زيادة الدعم لهذا المعسكر. الحكومة الاتحادية اليوم إمكاناتها قليلة، لا طالما طالبناهم على الأقل بشيء يسير للمعسكر. إذن الحكومة تتذرع بأنه إمكانياتها قليلة فلا تستطيع أن تدعم معسكر تحرير نينوى، حتى أنه السيد وزير الدفاع اللي هو من أدنى وليس من الموضوع موضوع ممانعة أو لا، يعني نحن كل خطوة حتى إن كانت خارجية هي من خلال الحكومة الاتحادية وليس بشكل فردي. طيب، تحالف دولي بالنسبة للحشد الشعبي، أبناء العراق أيضا وأنتم حشد وطني، هل ستمانعون إن أبدوا مثلا استعدادهم للدخول معكم في هذه الحرب ضد تنظيم داعش؟ طيب، هناك أمر يجب أن نوضحه. الجميع بعد دخول داعش إلى محافظة نينوى اتهم أهل محافظة نينوى بأنهم هم حاضنة لداعش. أربع فرق عسكرية، للأسف القيادات العسكرية خذلت أبناء محافظة نينوى، فبالتالي سلموا المدينة إلى داعش، ونحن جميعا كان لدينا المعلومات الكافية وكنا نبلغ القيادات وحتى في بغداد بأنه الأمر أصبح قريب ويجب عليكم أن تتخذوا خطوات متسارعة، ولكن للأسف الحكومة الاتحادية والقيادات الأمنية كانت تكذب كل هذه الأخبار. عندما دخلت داعش سلمت المدينة لداعش كهدية أربع فرق عسكرية. أربع فرق عسكرية انسحبت من محافظة نينوى. نعم. وكل المقاتلين كانوا في داخل المدينة وأطراف المدينة. لم نسمع أنه أحد المقاتلين قد استشهد في محافظة نينوى. بل أبناء محافظة نينوى ألبسوهم وأطعموهم وأوصلوهم بسياراتهم إلى مناطق آمنة. الجيش اللي كان في محافظة نينوى هم أبنائنا. جميع المقاتلين اللي كانوا بالموصل الآن هم يتصلون بأصدقائهم، كل واحد عنده أكثر من 50-60 صديق من أبناء محافظة نينوى. لكن للأسف القيادات كانت تمثل على بغداد. حتى عندما رأيت السيد الغراوي يطلع على الفضائيات وهو يقاتل داعش، كانت الإطلاقات أو مقاتلته من الساحل الأيسر ويرمي باتجاه الساحل الأيمن وبعيد المدى، حتى أنه الإطلاقات كانت تقع في النهر. هذه كانت دلالة لأبناء نينوى بأنه الساحل الأيمن قد انتهى، في وقت أنه كان القتال في الساحل الأيمن. لكن للأسف هم سلموا المدينة، بالتالي هذه التهمة أنه أبناء محافظة نينوى هم حاضنين لداعش يجب أن يمسحها أبناء نينوى. فقلنا بأن يجب أن يكون لأبناء نينوى الدور الأكبر في تحرير محافظة نينوى، وهذا ما قاله حتى السيد رئيس الوزراء. نعم، لكن أنا إلى الآن لم أفهم هذا الربط.
يعني فقط بعد أن يعني أخذ إجابتك على هاي المداخلة، فقط أنوه للسادة المشاهدين أنه بإمكانهم الاتصال على الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، والتي تحمل عنوان أهل الموصل أولى بتحريرها. أستاذ محمود، لم أفهم إلى الآن الربط بين يعني سؤالي أو مداخلتك، وحضرتك يعني نأمل منك أن تكون أكثر صراحة. ما المانع اليوم أن يشارك الحشد الشعبي معكم؟ الحشد الشعبي الآن أصبح ضمن منظومة القائد العام للقوات المسلحة. نعم. معركة التحرير أثبتت بأن هناك ميليشيات وهناك عصابات غير منضبطة، بالتالي أعطت صورة سلبية للمحررين وإيجابية بالنسبة لداعش. فكان لابد من أن يكون الحشد الشعبي تحت منظومة القائد العام للقوات المسلحة باعتباره هو من يستطيع أن يضبط هذه التصرفات. لكن أعطت صورة أستاذ محمود، أعطت صورة ما تزال إلى الآن يعني الفكرة ضبابية. أعطت صورة، وين أعطت صورة؟ نتكلم عن واقع. الحشد الشعبي هم أبنائنا. نعم. لم نستورد واحد من عندهم من خارج العراق، هم جو يضحون بأنفسهم. نعم. من أجل العراق. والآن إذا ذهبنا إلى المناطق الجنوبية لرأينا آلاف اللافتات، هم شهداء. جائز معسكركم متخوف من ردة فعل من داخل الموصل ضد أبناء الحشد الشعبي إذا شاركوا؟ لا تنسى داعش تستغل هذا الأمر لتخويف أبناء محافظة نينوى. هذه النقطة أو الركيزة التي يرتكز عليها داعش، بأن من سيأتي إلى محافظة نينوى هم الحشد الشعبي ومدعومين من قبل إيران، وبالتالي سيذبحون والمسميات. نعم، والمسميات. نعم. نحن لا نريد أن نوجد مبرر لعمل عسكري آخر، أن ننهي من داعش والآن أصبح احتلال إيراني ويجب أن نقاتله. يجب أن ننهي هذا الموضوع. الآن في أي معركة، في أي حرب، نعتمد على عنصرين أساسيين، هي القوة البشرية والقوة النارية. نعم. إذا كانت القوة البشرية موجودة، والآن هم معنا القوة يعني أكثر، لو انطونا إمكانيات 20-25 ألف مقاتل ممكن الحشد الوطني أن يهيئ، هناك 8000 مقاتل أيضا من الشرطة المحلية، هؤلاء عندهم استعداد أن يحرروا مدينتهم. ولا تنسى أن لنا في داخل محافظة نينوى حاضنة جدا كبيرة. هذا أيضا سيساعد. نحن يعني نعلم كيف هؤلاء سينضمون معكم عسكريا أم استخباريا. الكلام عن 8000 بصراحة أستاذ محمود يعني، وهذا الأمر مو بباب تثبيط عزائم بقدر ما هو معطيات واقع. كل المعارك اللي جرت من أجل طرد تنظيم داعش من مناطق معينة، مثلا في مدينة تكريت أو بالعلام أو غيرها أو غيرها، كل هاي العمليات اللي جرت بأعداد تفوق 8000. فكيف بالموصل اللي هي مترامية الأطراف وجغرافيا تختلف؟ قبل لا أخذ إجابتك يمكن أخذ أول اتصال ويانا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بحضرتك أخي العزيز. أبو عمار من حمرة. حياك الله أخوي أبو عمار، تفضل. والله نحب نشارك برنامج شعبين ترى حق برنامج رائع، وجودكم وجود ضيفك العزيز علينا يسلمك الله. نريد يعني نثبت مقولة إنه أهل مكة أدرى لشعابها. نعم. ونأمل أن يعني يكون تكاتف وتضافر الجهود بهذا المجال، لأن الحد بقى كما تعرفون عزيزي على العراق جميعا، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يعني حقيقة. وريد تضافر الجهود يعني حقيقة الممثلين الجانب حقيقة بدون تشغل قوي من الجانب الأعضاء البرلمانيين في البرلمان اللي الشعب انتخبهم. وحقيقة ما أريد أن أتكلم كلام نابي تجاه السياسيين الأخوة المرموقين اللي أجادوا حقيقة، بس أريد جهودهم المثمرة ويجعلون مناطقهم أيضا قضية تحمل عنوان كبير وبدون إهمال حقيقة. ولا أريد أن أطيل على حضرتك وعلى ضيفك، وشكرا. أشكرك أبو عمار أخي العزيز، أشكرك. أرجع لك يعني أستاذ محمود، الآن كل الأماني ربما معقودة عليكم من أجل تحرير الموصل الحبيبة. أرجع إلى سؤالنا قلنا التجارب السابقة وما تناقلت وسائلنا قالت أن المدن التي تحررت جميعا كانت أعداد المشاركين في هذه المعارك من الحشد الشعبي والقوات الأمنية أكثر من 8000. كيف راح تقاتلون ب 8000 إلى 20000؟ لا تنسى الآن
لنا في نينوى حاضنة وأبناء نينوى منذ أكثر من 10 أشهر يعانون من هذا التنظيم الضال. بالتالي الآن الجميع يريد أي خطوة أو أي تقدم أن يكونون مع هذا. وماذا تقول للذين يدعون أن أهالي الموصل لا يعانون ولا أبدا بل أنهم يعيشون براحة وبسلام؟ هناك بعض الأمور لا تصل إلى الإعلام وهذه نقطة جدا سلبية. أولا هناك في داخل محافظة نينوى كتائب تقاتل داعش يوميا وتوقع فيهم الخسائر من أبناء محافظة نينوى، وصدقني بإمكاناتهم الذاتية يعني في بعض الأمور يعني يحتاجون إلى 10 إطلاقات هكذا يقاتلون، لأنه أساسا الجيش اللي كان في محافظة نينوى انتزع كل أسلحة أبناء محافظة نينوى حتى السلاح الخفيف ولم يبقوا حتى في ساطور في داخل البيوت. بالتالي الآن لدينا كتائب تعمل داخل محافظة نينوى وتذيقهم المرار. نعم هؤلاء هم جزء منه. أيضا لا ننسى دور المرأة الموصلية، صدقني راح تكون أول وحدة قاتل داعش وأول شهيدة استشهدت في محافظة نينوى السيدة سميرة النعيمي، هذه قاتلت داعش. أبناء محافظة نينوى وقضاء الموصل حصرا اليوم لديهم استعداد كامل. نحن كما قلنا نحتاج فقط القوة البشرية موجودة، نحتاج إلى القوة النارية وهي متمثلة بالأسلحة والمعدات. الرئاسات الثلاثة اتفقت ومع رئاسة الأقليم أن هناك 4 أطراف ستحرر قبل المحافظة. قبل أن نتكلم عن هذه 4 أطراف أخذ الأخ أحرار من كربلاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت على الهواء أخي العزيز بس اسمعنا من التليفون الله يخليك. لا تسمع اي ممكن بس اخي العزيز اسمعنا من التليفون. اخي التحيه لك والله الكريم. اشكرك اخي العزيز حياك الله. بس اسمعني من التليفون الله يحفظك اخي العزيز. نص التلفزيون. ألو يبدو فقدنا الاتصال، يعني الأخ أحرار إذا أراد أن يعيد الاتصال فلازم يحسب حساب الريلي لأنه ليس معنا من ال. بالمناسبة كنا قبل 4 أشهر في كربلاء والتقينا مع العشائر وشيوخ العشائر هناك والحالة جدا مفرحة. هذا الأهلان العراقيين وطيبتهم حتى أخجلونا في ضيافة. ذهبتم إلى كربلاء لماذا؟ لنشرح قضيتنا. لمن؟ للأسف للعراقيين. نحن يجب أن يفهم العراقيين بأن ما وقع على محافظة نينوى ظلم. منذ احتلال محافظة نينوى إلى يوم دخول داعش كانت نينوى تتعرض إلى ظلم مستمر، وبالتالي كان اللي صار للأسف. أنا والآن خلي يسمعون، كان هناك مكالمة بيننا وبين مدير مكتب السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في حينها، الأخ أبو رحاب حسين ما أتذكر اللقب بالضبط. نعم يوم 9 بالشهر نتصل به ونقول له يا أخي بلغ السيد رئيس الوزراء بأن الموضوع مهم يجب إنقاذ نينوى، ويقول بأن المحافظة نينوى يستحقون أن يدخل داعش إليه. نعم هذه ومسجلة. 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 لماذا يستحقون أن يدخل داعش إليه؟ للأسف يعني لا أعلم كيف تعاملوا مع أبناء محافظة نينوى، حتى من كان يمثل الحكومة في وقتها في محافظة نينوى كانوا من أسوأ ما الله خلق. لكن هذه عقوبة أرادوا أن يعاقبوا نينوى بها، وبالتالي أنت تعلم أن محافظة نينوى هو مصنع لكل شيء، مصنع للقادة السياسيين. يعني تعتقد لرجالات الجيش. تعتقد أنه الحكومة السابقة كانت وراء دخول داعش إلى نينوى بسهولة؟ والله كنا نحن في وفد رسمي ذهب إلى مجلس النواب وألتقى مع لجنة الأمن والدفاع وأعطيناهم تقرير، والتقرير موجود اليوم، وقلنا لهم بأنه الأخوة في قيادة عمليات يذهبون إلى الجزيرة ويعتقلون الرعاد. نعم. ويأخذون منهم الطليان ويمشون وداعش قريبة عليهم وما لهم علاقة بهم، ومئات من قادة داعش كان يلقى القبض عليهم وبعد 2 شهر يطلعون وينطون اسم الذي أخبر عنه. نعم. فبالتالي
يعني إلى من يلتجئ أبناء محافظة نين؟ خل أخذ أحمد من بغداد. أستاذ محمود حياك الله أخ أحمد. يبدو أيضا فقدنا الاتصال. نأخذ سامي من أربيل أيضا فقدنا الاتصال. ما أعرف اليوم عندنا مشكلة بالشبكات. عموما هنالك خطة تحرير ستكون للموصل. هذه الخطة ستتم من أربع جهات وبوجود أربع جهات رسمية بحسب ما علمنا. ممكن تشرح لنا هذه الخطة أستاذ محمود؟ نحن نعتقد بأن خطة تحرير محافظة نينوى أو العملية قد بدأت منذ فترة طويلة. الآن قوات البيشمركة البطلة تخوض القتال ضد داعش، والأمر يومي. نعم. الجهات الأربعة التي اتفق أن تكون الأجزاء الرئيسية في عملية تحرير نينوى هو فرقتين من الجيش العراقي الباسل. نعم. وقوات الحشد الوطني والشرطة الوطنية والتحالف الدولي وبمساندة. نعم. قوات البيشمركة. نعم عفوا أستاذ، يمكن رجع لنا الأخ سامي من أربيل. سامي حياك الله. سامي اهلا بك. سامي اسمعني رجاء من التليفون. الله يخليك عزيزي، نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. تفضل. تفضل حبيبي. الجسم الاخير اولا تحياتي لقناتكم. اشكرك اخي العزيز، وهذه اول مره اني اشارك فيها المداخله. حياك الله. تحياتي للاخ الضيف الكريم قاعد يمك. نعم استاذ محمود السورجي. أهلا وسهلا بي، أتشرف بي. وانت الشرف. يا أخي العزيز، سبق وأنه قبل ما يدخل الداعش إلى محافظة نينوى، السيد مسعود البارزاني بلغ القيادة العراقية. أحسنت. نعم. بلغ نوري المالكي بوجه سوف يدخلون. نعم. الداعش إلى محافظة نينوى، وحذر المسؤولين العراقيين وقيادة العسكري العراقية والحكومة العراقية على أن موصل في خطر. لكن بكل أسف السيد نور المالكي قال للسيد مسعود البارزاني بالنص، أنت احفظ على كردستانك، فلا لك الحق بالتدخل في شؤون الموصل. وبعدين أنا أقول بكل أسف محافظة الموصل دخلوا بها ماكو 20 ماكو عدد أصابع اليد دخلوا بها داعش. التحرير كان مستجيب موجودين في سجن موصل، فكيف الدبابات والمدافع والصواريخ والدبابة والمطارات كلها سلموها إلى داعش؟ نعم. من هو المسؤول؟ أولا أنا أوجه المسؤولية إلى السيد المحافظ محافظكم أثير النجيفي والقيادة العسكرية كانت موجودة في الموصل. نعم أخ سامي. نعم أخ سامي، هنالك لجنة تحقيقية في بشأن سقوط الموصل. هي نعم سقوط الموصل سببها الحكومة العراقية. نعم. ليس الداعش ما دخلوا به عدد أصابع اليد يا أخي. بعدين الآن كل إخوان الموصلين موجودين والأخوات النسعى إلى إقليم كردستان. أنت تتصور يا أخي العزيز أن عدد النازحين من موسى إلى أتليك إلى دهوك يعدد أكثر من نفوس دهوك الأصليين. تمام. ولكن وأنا أقولكم إذا الحكومة العراقية ما يخلي إيده بيد قوات البيشمركة لتحرير مدينة الموصل، والله العظيم لسنين عديدة موصل ما تتحرر أبدا وأبدا وأبدا. نعم أنا أشكرك أخ سامي، ممنون منك على مشاركتك. نعم. يمكن عندنا اتصال. الو محمد من الكوت، حياك الله اخي العزيز. نعم. انت على الهواء. الو تفضل اخي العزيز محمد من الكوت. ألو. حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي العزيز. شلونك غاتي؟ هلا غاتي، تحياتي لك. تحياتي لضيفك الكريم اللي قاعد يمك. اشكرك اخوي. الله يحفظك. بس أريد أن أعرف هذا بالنسبة أثير النجيب، شو راح يحرر الموصل وهو اللي يسلم الموصل؟ أرض افتماعي شغلاني. ماشي
وصلت أيوة الفكره الله. اني اشكرك جدا. شكرا. لا والله ارد اناقش الضيف اللي قاعد يمك. نعم. يمك الضيف استاذ محمود. طيب. تقدر ترد ابقى على الهواء ويانا اخي العزيز. نعم. اولا أيوة الحشد الوطني الان المشكل هي راح تكون ضمن قياده عمليات محافظه نينوى، وهناك غرفه عمليات مشتركه. نعم. الان تم اقرارها، فاذا الخطط العسكريه وعمليه التحرير ستكون بيد غرفه عمليات المشتركه لتحرير محافظه نينوى، اي ان السيد المحافظ لن يكون هو الرجل مقايد عسكري حتى يضع خطط او يضع برامج للتحرير. هو الان دوره انتهى. هو بالواجهة. ماشي، خلينا هو بالواجهة، خل الان نهيئ نفسنا ونرتب ابنائنا. يعني اكو شيء مقنع. نعم. اكو واحد يعطي ما ليس له، ما ليس عنده، يعني شلون ردتين هو ما موجود عنده شيء، يعني شلون يعطي؟ هو سلم الموصل. لا اخي العزيز هذه القضية بها لجنة تحقيقية، يعني مو شخص واحد. نعم استاذ، هناك لجنة تحقيقية في البرلمان، وبعد كم يوم راح تنتهي من اقرارها، ومسألة تحرير محافظة نينوى ما مرتبط بشخص محافظ او بشخص. نعم. فلان او الا الموضوع هؤلاء ابناء نينوى الان. نعم. يعني سوى يعتبر هو القائد مالكم. اسمعت استاذ عفوا محمد، يبدو يمكن فقدنا الاتصال. احنا نشكرك اخي العزيز محمد من الكويت. دور الاداره المحليه لا هنالك ربما يعني عدم فصل في ذهنيه المواطنين. احيانا اتهم الكثيرون يعني السيد اثير النجيفي بانه هو من سلم الموصل. الرجل لم يكن قائدا، لا نبرر لاحد ولا نتمنى اي فكره. الرجل لم يكن قائدا عسكريا، كان محافظا اداريا، رئيس وحده اداريه، وقيادات العمليات كانت معروفه، ومعروفون من هم القاده الذين كانوا عليها. حسن. ومن هو القائد العام للقوات المسلحه، ومن كان وزير الدفاع، ومن كان وزير الداخليه. وبالتالي هنالك لجنه تحقيق في سقوط الموصل، مجلس النواب هي من ستقرر. نعم، هنالك الكثير ممن يسال. وان تم السؤال للسيد اثير النجيفي فلا ضير. عموما نحن نتكلم، نحن ابناء اليوم الموصل اليوم. يعني الكلام عن اللجان التحقيقية لا ينتهي بصراحة. شفناها من لم تفتح لجنة تحقيقية إلى الآن ربما، وتم البت بها. لكن أكيد. نتكلم عن اليوم، نحن أبناء اليوم. اليوم هنالك أربع جهات، ومن أربع جهات ستعمل على تحرير الموصل، وذكرت حضرتك الجهات هذه. فرقتين من الجيش، فرقتان من الجيش العراقي، الحشد الوطني، قوات الشرطة المحلية اللي تعدادهم أكثر من 8000 مقاتل من أبناء الموصل. نعم. وقوات البيشمركة والتحالف الدولي. طيب الآن غرفة العمليات الموجودة، هل فعلا هنالك تواصل مع قوات البيشمركة من أجل تحرير نينوى؟ بعد زيارة السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة إلى أقليم كردستان، تم الاتفاق على تشكيل غرفة العمليات المشتركة. الآن تم تعيين قائد العمليات محافظة نينوى، وهذه أيضا خلنا نعتبرها هي الخطوة الأولى في عملية بدء التحرير. نعم. الآن هناك تنسيق عالي. الآن وفد من حكومة الأقليم ذهب إلى بغداد لغرض إنجاز الاتفاق بشكل كامل على غرفة العمليات المشتركة. هذه الغرفة ستشرف على كافة القوات التي ستدخل لتحرير محافظة نينوى. والتسليح الذي وعد به الكونغرس أو لمح به الكونغرس للعرب السنة والكرد، هل ستسعون من أجل الحصول على هذا المغنم، التسليح مغنم وسيمر عبر بوابة الحكومة الاتحادية لا ضير؟ طيب فقط عفوا يمكن عندنا اتصال. ما ألو نعم ويانا محمد من الكويت. هاشم من محافظة بابل، حياك الله أخي هاشم. أخي أنا شرف محافظة بابل جاري، بس أنا شفت أنت في وزارة الاتحادية فرقة ثالثة بالموصل. نعم. أثنيتني أعتقال اتحادية ثالثة بالموصل، وأنا أنا أتعدى أن يستمعون على البرنامج وعلى بابكم وتحكم على البرنامج. الاتفاق أن يشتغل يا جماعة الطوارئ مال محافظة نينوى. نعم. يقول أنا شرطة اتحادية وبدخول داعش جاتنا أوامر من محافظة نينوى بعدم إطلاق. نعم.
حضرتك اجي اشهد على حق الحلال والحلال نعم ما افتهمت عفوا شكرا يعني. لمحمد يمكن هاشم. او هاشم من بابل هاشم يعني كان يتكلم ايضا على على موضوع يعني المحافظ هو ربيع ربيع الجوالي محلل عسكري دخل ويانا الان استاذ ربيع حياك الله حياك الله اخي الكريم تحياتي لك ضيفة الكريم السيد محمود السيركي حياك الله تفضل اخي العزيز بصراحة مستوى معسكر غيره والحج الوطني ليس في المستوى المطلوب من ناحية التسليح وقبل ما أعطي الأسباب أحد أن أذنه أن أبناء نينوى لا يرغبون بدخول الحج الشعبي الطائفي لنينوى ربما راح تكون تقاطعاتي يجوز السادي محمود السيرتشي راح ما يرغب بها بس أنا راح أتكلم الحقائق نعم صراحة أنا أطلب دخول قوات عربية أو قوة من التحالف الدولي بالإضافة إلى قوات الدوشبرغ والقوات النظامية التي متمثلة بقيادة عمليات نينوى اللي قائدها السيد الوار كوميدي الجبوري نعود إلى تسليح معسكر نينوى وباعتراف السيد السيرتشي أنه لم يتم تسليح المعسكر لحد الآن نعم. فكيف يكون جاهز هذا المعسكر للتحرير؟ أنا أقترح أن يتم إخراج أبناء نينوى اللي هم من ضمن معسكر الحج الوطني إلى قيادة عمليات نينوى ويتطلعون بصورة نظامية ويتدون البزة العسكرية ويكونون تحت عمرة وزارة الدفاع لأن ليس من المنطق أن يقود العملية السيد أثيلي نجيشي أنا لا أختلف مع السيد أثيلي نجيشي ولا أستطيع أن أشير التهم له بأنه هو المتسبب في سقوط نينوى هناك مثل ما تفضلت هناك لجنة تحقيقية في سقوط نينوى وهي من تقرر من هو المؤثر ولكن السيد أثيلي نجيشي هو رجل مدني أخفق بقيادة وإدارة المحافظة فكيف يصبح لدينا وضع قائد للتحرير؟ أنا أقترح مثل ما قلت لك قبل شوية أن يتم تدور كافة أبناء معسكر الحج الوطني في المؤسسة العسكرية لكي يعطي انطباع إيماني حقيقي ويكون مرغوب دخوله استاذ ربيع قوي يا الله يخليك استاذ ربيع استاذ محمود الطرح اللي نعم هو طرح الان طرح قال لماذا لا ينضم ابناء الحشد الوطني في معسكر تحرير نينوى الى قياده عمليات نينوى وتمشي الامور طبيعيا وبالبزه العسكريه ورسميا قوي انا استاذ ربيع بعد انهاء عمليات التدريب ابناء الحشد الوطني سيكونون بامره قياده عمليات محافظه نينوى لا يمكن لي انا شخص مدني ان اقود خطط وعمليات ما المانع عسكرية. اليوم من تطويعهم ما المانع اليوم من اعتمادهم باعتبارهم جزءا من قياده العمليات سؤال وسؤال ايضا طرح الان هي منظومه رسميه تعمل تحت مستشاريه الامن الوطني والان تم ربطها بالسيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحه تم تعيين قائد عمليات قائد العمليات هو من يعني يقود هؤلاء الرجال صحيح استاذ ربيع يعني ما الفرق يجب ان نفهم بان نعم. دور المحافظه اليوم هو تهيئه نعم ما الفرق اليوم استاذ ربيع اذا ما بقي تحت مسمى الحشد الوطني او انه انضم الى قياده العمليات اريد الفرق اولا استاذ فاضل تسميه الحشد الوطني وتسميه الحشد الشعبي اعطى دلالات واضحه بان هناك تقسيم اضافه الى اغلب العراق ربما هذه التسميات بصراحه احنا ليش نستخدم الميليشيات تحت مؤسسه عسكريه نظاميه مهنيه حتى من كافة النواحي من ناحية الإدارة من ناحية الميرة من ناحية يعني أقصد التسليح وأقصد الرواتب وكافة الأمور أفضل من يقود هذه المؤسسة وهذه الأبطال من أبنائنا في الحشد
العسكرية. احنا عندنا قادة عسكر من ابناء نينوى ومميزين يعني قادرين على ان يقودون. ليش احنا نتجه الى اسم الحشد الوطني؟ نجيب انسان غير خريج مؤسسة عسكرية يصبح قائد في هذا المعسكر؟ هل هذا هو جائز؟ نجيب شخص بسيط لا له الشهادة ويحمل قائد؟ تساؤلات استاذ محمود، تساؤلات تستحق الرد. استاذ ربيع يعني اشكرك جدا، اشكر مداخلتك واشكر اتصالك، يعني عفوا لضيق الوقت. استاذ محمود طروحات منطقيه، يقول لماذا لا تنطوي كل هذه المسميات تحت لواء المؤسسه العسكريه المعروفه باقسامها وبفصائلها وبتشكيلاتها وبميرتها ورواتبها ولباسها وكل هذه الامور، ما المانع؟ أبد ماكو مانع. هم الآن الحشد الوطني، أنا في بداية حديثي قلت أخذنا من الحرس الوطني ومن الحشد الشعبي. هؤلاء الشباب هم الآن حتى في عملية المعسكر نظامهم الآن قاعد نعمل على أن يكونون ضمن الحرس الوطني. حال ما يشرع قانون الحرس الوطني هؤلاء سيكونون حرس وطني ومنظمين ومرتبين. نعم. هذا الموضوع يعني نحن بنينا على هذا الأساس، ما بنينا على أساس ميليشيات. لكن هو أيضا طرح مسألة، قال لا يجوز أن تقاد هذه التشكيلات بشخص مدني. من قال راح يقول؟ يقول الآن كلها بأمرة السيد النجيفي. لا، هذه تكهنات. ها. أنا أرجع أوضح. هناك. من سيقود المعركة؟ إذا تسمح لي. من سيقود المعركة؟ إذا تسمح لي. الآن أكو غرفة عمليات مشتركة وقائد للعمليات. نعم. هذا الرجل هو من سيقود. أنتظر جواب، من سيقود المعركة؟ قائد عمليات محافظة نينوى. أها، يعني ليس السيد المحافظ. السيد المحافظ دوره الآن تهيئة أبناء محافظة نينوى وأن يكونوا القوة الرئيسية لدخول محافظة نينوى. نعم. لا ننسى من سيمسك الأرض بعد تحريرها. يعني هو التحرير هو عبارة عن معركة نخوضها وانتهت. التحرير عبارة عن مشروع متكامل، مشروع سياسي، مشروع عسكري، مشروع إعلامي، مشروع اجتماعي، مشروع اقتصادي. التحرير عبارة عن مشروع متكامل. لدينا آلاف من المشاكل، فكيف راح نحلها؟ هذه أيضا من الأمور الاجتماعية. عندنا اقتصادي، المدينة إذا دمرت، إذا جسورها دمرت. هو الخوف ربما كل خوف السيد ربيع هو من التسمية، يعني عفوا. لكن فقط أخذ اتصال أستاذ محمود. جاسم من يثرب، السلام عليكم. حياك الله أخ جاسم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ جاسم، تفضل. سؤال يعني عن ناحية يثرب. نعم، حياك الله. ولو الحلقة اليوم مو على ناحية يثرب، لكن يثرب وكل مدن العراق في القلب. متى العودة إلى يثرب؟ إن شاء الله كل من كل النازحين يرجعون لأهلهم طبعا ناحية يثرب. يعني حتى ولو هو الموضوع خارج الحلقة، لكن العودة إلى ناحية يثرب يبدو أصبحت مستحيلة على السادة المسؤولين الذين خرجوا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى وأكدوا وقالوا سيعود أهل يثرب، ولم يعد أحد منهم إلى يومنا هذا. والدليل أنهم فتحوا حتى ممثلية دار العدالة افتتحت في ناحية الإسحاقي في موقع بديل، ويثرب تحررت. فقط أخذ اتصال. كما قلنا أن التحرير ليس عبارة عن معركة عسكرية. لا طبعا، هنالك جانب سياسي وهنالك اجتماعي. نعم. أخذ اتصال. الأخ حسين من بابل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله أخ حسين. بلا احنا قلت موضوع الحلقه، يعني الكهرباء ما موجود عندنا. لا، هذا مو سؤال. عموما موضوع الحلقه اهل نينوى اولى بتحريرها. اشكرك جدا اخي العزيز، يعني كل ما ماخذ ويانا على على الجو. استاذ محمود، بالنسبه لي موضوع مهم. الكل اليوم يؤشر الى تركيا، يتأمل في تركيا أن تتدخل تدخل مباشر لحل الأزمة العراقية، رغم أحيانا الاتهام بأن هذا يعتبر تدخل في الشأن العراقي وغير ذلك. لكن دول أخرى والاعتماد على التحالف الدولي وبصمات الجوار كلها تدل على أنها فعلا تدخلت في الحرب ضد تنظيم داعش. هنالك كلام عن 20 ضابط تركي متواجدين في 24 ضابط مهام استشارية أم قتالية؟ نعم. أولا ليعلم الجميع بأن أبناء الشعب العراقي
بشكل عام وأبناء محافظة نينوى بشكل خاص. نعم. أعلنوها صراحة أنه لا قوات برية أجنبية تدخل إلى العراق. أجنبية. نعم هذا موضوع انتهى وحسم. الآن نحن بحاجة إلى التحالف الدولي للتسليح. هناك اتفاقية أمنية. التسليح والتدريب. نعم اتفاقية أمنية بين العراق وبين أمريكا. ما يطلعون اليوم يطلعون بنودها. شنو اللي يقع على الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانات يجب أن يوفرها للعراقيين؟ وما ضير إذا أخذنا سلاح من أمريكا أو من تركيا أو من أي دولة كانت. اليوم نحن بحاجة. اليوم الحكومة. وهل هو غريب أن تتنصل أمريكا عن وعودها وعن التزاماتها حتى الاتفاقية الأمنية؟ الأخ حسين من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي العزيز. أخي بالنسبة لموضوعكم وموضوع الحلقة، يعني الآن مين هو أو لعبة عغير غالب نتون زين، هي أنا يعني استعوان اللي احنا سقطت. أخي احنا ماذا نتكلم عن سقوط نينوى؟ أخي حسين أخي العزيز ماذا نتكلم عن سقوط نينوى؟ ده نتكلم عن تحذير نينوى. يعني ما دفع عليها البداية. نعم زين، ما دفع عليها البداية من طب ولا داعش كان بداية بيش يدافعون؟ يعني الأهالي قاتلون بدلاً عن عشرات الآلاف من القوات الأمنية اللي هربت من ساحة المعركة وتركت الأنبار. ليش ما سقطت يعني الأنبار؟ ليش ما سقطت يعني أكو ناس من الأنبار بتقاتل؟ والله ما أدري. يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع موضوع آخر أخي العزيز. القيادات هذا الموضوع العسكرية. بقيادات عسكرية وبقيادات أمنية وبتحقيق مفتوح ما شاء الله إلى يومنا هذا. لجنة الأمن النيابية إلى يومنا هذا تحقق في سقوط الموصل، وقد جلبت كل القادة الأمنيين، وربما هنالك حتى استدعاء للسيد القائد العام للقوات المسلحة آنئذ. أشكرك الأخ حسين من بابل. أستاذ محمود حتى نكمل فكرتنا أيضا. نعم الدور التركي حتى ناخذه تركيا جزء من التحالف الدولي، بالتالي الآن هم قدموا بعض المستلزمات وتوسعة المعسكر، وطالبنا بالحكومة التركية أن يكون هناك دعم أوسع. السيد نائب رئيس الجمهورية زار. هل هم مندفعون باتجاه دعمكم؟ أعتقد أنهم جديين. 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 لماذا لم يشاركوا في باقي معارك التحرير ضد داعش؟ والله عندما التقى السيد نائب رئيس الجمهورية مع السيد العبادي وطلب منه سلاح، فقال احنا يعني للاسف مخازننا. يعني الموضوع، يعني الموضوع ما إلى علاقه بعمق تاريخي. لا لا لا، هذا الموضوع يعني نحن العراقيين عراقيين، ان كان بالهور او كان بالجبل العراقيين. لا اتكلم ساعة الساعة لا اتكلم ما حد يعرف. لا اتكلم عن 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 نفسيات ابناء الموصل تجاه هناك حساسيه. انا اتكلم نعم هنالك حساسيه، امر بحساسيه. انت تعرف العراق لديه حلقه جوار. ابناء محافظه نينوى ايضا لديهم حساسيه باتجاه اخر. عندما أنه الآن يقولون أنه الـ 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 الإيرانيين يقاتلون في صلاح الدين، هذه ردة فعل سلبية على أبناء محافظة نينوى. فإحنا قلنا أنه كل العراقيين قرروا أنه خلاص ما بعد نحتاج أحد. نحتاج فقط إذا تقدرون تنطونا بندقية شكرا، ما تنطونا عودنا إحنا بالعجار نكون. موضوع محسوم، لكنه الآن على الدول. أننا ما قاعد نقاتل داعش نيابة عن العراقيين، الآن العراق يقاتل نيابة عن جميع العالم، ولهذا موجود تحالف دولي مكون من أكثر من 60 دولة. هذه حرب عالمية على داعش وليست حرب محلية. بالتالي من سيخوض المعركة؟ أبناء نينوى. من سيضحي؟ العراقيين هم من يضحون على الغرب والتحالف الدولي إيجاد السبل الكفيلة بإيصال الأسلحة والمستلزمات الضرورية. وهنا أقول لك مو بس أسلحة خفيفة، الآن داعش عندها إمكانات مهمة. على الجميع أن يفكر، بيشمركة صار لها 10 أشهر تقاتل بأسلحة بسيطة، وهناك إعلام مضخم بأن الدول الأوروبية دعمت، ما شفنا لا دبابة ولا مدفع ولا عربة مصفحة، عبارة عن مستلزمات للمقاتل فقط. ولهذا على الحكومة الاتحادية اليوم كان تجهيز البيشمركة. هذه منظومة قاعد دافع عن العراق في حدود 1200 كيلومتر اليوم قاعد قاتل البيشمركة. لكن البيشمركة منظومة مدربة ومؤسسة عسكرية قديمة ولها تاريخها. ومنين أجيب سلاح؟ من المفترض أن الحكومة الاتحادية توفر. إذا القوانين والأنظمة والأعراف لا تبيح اليوم للبيشمركة أو حكومة أقليم كردستان باستيراد أو شراء، فمن يعطيها؟ طيب هنالك سؤال ربما نوعا ما خطير. سمعنا أن هنالك منشقين عن داعش انضموا إلى معسكر تحرير نينوى.
لم ينضموا إلى معسكر تحرير نينوى، إنما في داخل محافظة نينوى انشق الكثير عن عصابات داعش وعن فكر داعش التكفيري، بعد ما شاهدوا أن هؤلاء بدأوا يعني ما خلوا شيء ما سووا أبناء محافظة. ولماذا لا نقول أنهم خافوا لأنكم ربما قادمون وستحررون الموصل؟ قد تكون واحدة من الدوافع هذه، لكنه بالنسبة للمعسكر الآن بالمقاتل اللي كيف ستقبلون هؤلاء وقد كانوا مع داعش؟ نحن لن نقبل أحدا كان مع داعش إلا بإثبات بأنه كان على الأرض يقاتل داعش، يقاتل مع داعش. حتى وأنا قلت لك أنه التحرير هي عبارة عن مشروع متكامل. حتى الآن نحن كإدارة محلية في محافظة نينوى الآن هناك خطة مدنية للتحرير، يعني كيف راح نتعامل مع إصلاح نفسي من الداخل؟ خطة مدنية. الآن يعني من الأمور اللي كنا نبحثها حتى في صالونات السياسية أنه ما هو التيار الديني الذي سيقود محافظة نينوى؟ تعرف محافظة نينوى هم يعني ناس محافظين وأصحاب دين، من سيقود التيار، أي تيار ديني سيقود محافظة؟ نعم، والكلام عن شيوخ عشائر قدموا ولاءهم لداعش. أعتقد أن هؤلاء أصبحوا في مزابل التاريخ، انتهى مسألة الشيوخ، وهؤلاء ضعفاء وكانوا هم نفسهم قائد العمليات. غرر بهم أم أنهم كانوا نفسهم؟ هذه الوجوه تتكرر في كل مكان، تكررت عندما كان صدام حسين، وتكررت عندما جاء نوري المالكي وجاء اياد علاوي وجاء الجعفري وجاء قائد العمليات. هم نفسهم هؤلاء يغيرون جلدهم في اي لحظه كانت، لا يشكلون رقم بتاتا، بل ولن يؤثروا على معارك التحرير، لن يكونوا في صفوف داعش او سينضم ابناء. لا اريد ان يعني انا اتحدث بحديث قد يؤثر الان في داخل المحافظه، لكنه نحن نعلم بانه من ذهب مجبر على الذهاب، نعم، وأعطى الولاء مجبر. لكن أيضا هذا ما مبرر أنه نحن نتسامح. محافظة نينوى عانت من 11 ومن 12. الداعش كانت تأخذ من أبناء محافظة نينوى أتاوات، وهذه كانت معروفة. وللأسف للأسف في 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 وقت قائد العمليات مهدي الغراوي طلع عندنا 12 اللي هو أيضا تابعين للغراوي، ويجبون هؤلاء خارج الخطة المدنية للتسامح. هؤلاء خرجوا من الخطة. كل من تعاون مع داعش هو لن يبقى في محافظة. إذن من المسموح له من المنشقين عن داعش بالانضمام إلى الحشد الوطني؟ من يقاتلهم الآن على الأرض سيكونون جزء منه. من سيقاتلهم؟ الداعش؟ نعم. الحشد الوطني راح يكون هو من سيمسك مع الشرطة المحلية الأرض. إذا هؤلاء المنشقين أثبتوا إنهم يقاتلون داعش سيكونون حتى وإن كانوا قد قاتلوا سابقا مع داعش ضد القوات. أي شخص، أي شخص قتل عراقي لن يكون هناك مجال أن يكون ضمن أي منظومة حتى اجتماعية. طيب سؤال أخير، ماذا توجه كلمة لمن يقلل من أهمية أبناء الموصل باستطاعتهم قيادة وتحرير أرضهم في هذه المرحلة؟ من نسمع من سياسيين، من عسكر سابق، من غيرها، يقولون أن أهل الموصل لن يستطيعوا الدفاع عن أرض، لن يستطيعوا تحرير أرضهم. هم البديل. لا، ماذا تقول لهم؟ أنا أقول بأنه الآن لو بس توفرت الإمكانات البسيطة، ولا نقول الإمكانات الكبيرة. نعم. صدقني كما صرحت، هناك أكثر من 25,000 مقاتل جاهز. خلي يجون يشوفون. والله الموجودين الآن في المعسكر عندما نذهب نشعر، يعني تقشعر أبداننا. بالمناسبة مركز الموصل عن المعسكر ما أكثر من 16 كيلومتر، بالتالي حتى المعارك اللي الآن تجرى في حدود محافظة قضاء الموصل تسمع في المعسكر. نحن كنا يعني حريصين أن يكون المعسكر قريب عن المعارك ليتعودوا أبنائنا، وأغلبيتهم هم مدربين، أغلبية هم بالأساس متدربين، ولكن نحن اليوم التدريب يجب أن يكون كامل. وأبشر الجميع بأن أبناء نينوى كما عهدتموهم سابقا قادة، اليوم سيقودون المعركة وسينتصرون على داعش. وأبشر كل المشككين بأن نساء نينوى ستقاتل داعش قبل رجالها. طيب همسة، متى ستبدأ المعركة؟ أنا أعتقد أن المعركة بادئة، وكما قلت صدر الحكم الإعدام وانتهى، بقى موعد التنفيذ النهائي، وهذا ما ستتحدده الأيام المقبلة وغرفة العمليات المشتركة، وما سيأتينا من إمدادات ومساعدات
من الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا أو الحكومة الاتحادية أو كائن من يكون حتى لو كان تاجر يتبرع. إذن أهل نينوى أولى بتحريرها عنوان حلقتنا لهذا اليوم. كان أشكرك ضيفي في هذه الحلقة سيد محمود السورتشي المتحدث الرسمي باسم الحشد الوطني لتحرير نينوى. أيضا أتوجه بالشكر الجزيل لكل السادة والإخوة المتصلين الذين شاركوا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين. تقبلوا أرق التحايا من كادر العمل ومني أنس عبد الرحمن. إلى اللقاء.